بقول لك الف مليون مبروك، بطوله في بدايه مشوارك، بطوله مهمه جدا. طبعا الاول يعني بشكرك جدا على ان انت استضفتنا النهارده. احنا طبعا احنا قاعدين في البيت ما بنخرجش، عندنا خرجت النهارده الحقيقه. ايوه عشان خاطر قناه النادي الاهلي اللي هي، وعشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر حضرتك طبعا. اكيد. يعني طبعا انا في بدايه كلامي بس بتمنى من كل الشعب المصري ان هو يتخذ كل الاجراءات السلامه عشان نقدر الفترة اللي احنا داخلين عليها او الفترة الحالية. بقول لكل بنات الفرقة خلوا بالكم من نفسكم، اقعدوا في بيوتكم مع اهاليكم، وان شاء الله هنعدي، مصر هتعدي الفترة دي بسلام، وان شاء الله نرجع تاني، نرجع نروح النادي الاهلي تاني ونتمرن. طبعا البطولة دي غالية جدا بالنسبة لي، هي دي تاني سنة في عمري التدريبي. يعني اول سنة كان مع فريق صغير كان عبارة عن مهرجان، لكن بطولة 12 سنة دي اول بطولة بالنسبة للناشئات بتتحسب انها بطولة، وهم ما لهمش بطولة جمهورية، فهي بيبقى فيها عدد أندية كبيرة جدا ان هم بيخشوا البطولة عشان بينافسوا على اللقب. يعني انا حابة بس اقول لك ان كان في اول صعوبة بالنسبة لنا اول ما دخلنا، ان هي الفرقة اللي احنا مسكناها كابتن نور عطية رشحنا ليها، الفرقة دي كانت ليها مدرب واحد لمدة 6 سنين ورا بعض اللي هو كابتن كريم مجدي. طبعا كابتن كريم بيطلع اجيال ورا اجيال للنادي، فكانت صعوبة ان البنات كانوا مقلقين ان احنا ازاي نتعامل مع مدربين جداد علينا، ازاي هم هيتعاملوا معانا، ازاي هل هم هيزودونا، هل هم هيدونا مهارات جديده. فكانت الفتره الاولانيه بس عشان احنا نقدر نفهمهم، عشان هم لسه صغيرين. احنا كل مدرب بيجي بيكمل شغل المدرب الثاني، بيحاول يضيف للبنات حاجات جديده، والحمد لله يعني توفيق ربنا، وان انا ابقى مع نجله واختيار كابتن نور لينا ان احنا نبقى مع بعض ساعد كتير جدا، ان الاجواء كل حاجه المحيطه بينا كانت صراحه كويسه جدا، فالحمد لله ان احنا كسبنا. الحمد لله، الف مبروك. كلام يسرى عبد الكريم عجيب.